بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحناجين رسالة ببين الخالق وأيده بكمة الأصواب المعتدين وخص ما شاء من أسفاهم التي بركي إلى أوج المعارف الحقائق وأفاض عليهم من بحور مواهب لدني تدر فاللطائف شوارق الرقائق فأصبحوا وداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الرشاد على الصراط المستقيم وآل الله علي وعليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا لإهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشية أنوارهم في حديث الليل الأبيم ما أطر اسم ركب بعد سن اسمع الواهية وتليت عيوف ضائلهم فكانت سيدة نور الله داعية عما بعد فيقول المفتقر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي هذه نبدة من أحوال القدب الرباني والعز صمدان سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء سالكين النين نبي محلك قد والعارفين السيد الشريف واسند الأطريف الناسب النسيب ذي المقام الأعلى والنادر الرحيم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. بلغه تعالى بنفس القوي الحفي جنة القرب الأماني وعقد ندمت مع فرائد منه وقوله لتتشنف بدرري أسماء الحاضرين عند عمل مهم وحولي إن ضخمته من كلامي بعد رباب الطريقة ومن له في حضرة الشيخ أكيدة مقامة محبة وثيقة كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي لاحل والفلاح وسيرات دمشي صيب كذبين تاج الأرواح رهبة في نشوان لكم لبس مناكم الأخيار واستنزالا لصيب رحمة البركات لزار إذ بذكرهم تفتح أبواب السماوات العليا وتنال من حضرة القدس سبل فيوضات الإلهية فانصرتوا بوسائط من لآل تراضيعا وطلب امداد باسراري فلجل بذكر الحاضرون عند بلوغ القاري الي في خباري وسميته بالوجين الداني في ذكر نبذة من مناكب القدب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. فأقول والشيخ الكامل والجبل الواصل ذو المقامات العالة شريفة والأقدام الراسخة وتمكن التام والحال المنيفة والكمالات الشامخة القرب الرباني والنور السطع البراني والليقن الصمداني والعوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. ابن أبي صالح موسى جاكي دوسات وكيل جاكا دوسات ابن عبد الله بن حسين بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله ابن موسى الجن بن عبد الله المحام ابن الأسل المسنى بن أسل سبة بن علي بن أبي الطالب وبن فاتمة زراء البطول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول نسبك أن عليهم شمس نورا ومن فلك الصباح يمودا يسوى له في وجه آدم الأمة منحت ملائكة السماء سجودا نسمو كتاب
يفوج في مدحي من لا يروم جحودا. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه.